إخواني وأخواتي في كل الدنيا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم وافر الصحة والعافية. النهاردة احنا هنديكم التعليمات اللي دايما اللي هي تعليمات لأي حقن، أي تردد، أي حاجة، قسطرة، حقن، تردد، كل أي مريض يعمل أي حاجة. عندنا تعليمات ثابتة وعندنا رسائل عايزين نوصلها له، تمام، وأسئلة هو دايما المريض بيسألها واحنا بنجاوب عليها، تمام. فاحنا عملناها كل الأسئلة اللي المريض بيسألها أو كل الملابسات في ورقة زي كده علشان المريض يبقى عنده كل الاستفسارات اللي عنده، ما يضطرش يسأل على حاجة. وكمان هنشرحها في الفيديو ده، التعليمات كلها بعد أي حقن. احنا عندنا التعليمات اللي هي بعد أي حقن وتردد، اللي هي التعليمات دي كلها، وفي الآخر عندنا بقى يعني التعليمات دي تنطبق على كل الناس، اللي هيعمل حقن، هيعمل تردد، هيعمل قسطرة، هيعمل جيلاتينية، هيعمل كتف، هيعمل ركبة، هيعمل أي حاجة. وهنزود عليهم هنا تعليمات أهي خاصة بالفقرات، ولو هو مريض حقن الركبة أو عمل تردد حراري نزود له الكام واحدة دول، ولو هو عمل حاجة في الكتف نزود له إيه الكام واحدة دول. لكن كل اللي فوق ده ينطبق على الناس كلها. خلاص نبتدي مع بعض. طيب التعليمات إيه؟ أنا بقراها لأن في ناس بنديهم الورقة في إيديهم بيقراها وبرضه يمسك لك كده الورقة يقول لك إيه يعني إيه كذا يعني إيه كذا. فإحنا هنقول لك كل حاجة عشان ما تضطرش إن أنت تسألنا في أي حاجة أو نضيع أي وقت في المستشفى. أول حاجة التعليم أهو: برجاء قراءة كل ما تحتويه هذه الورقة جيدا، نقراها كويس، عدم سؤال الطبيب، ما نسألش بقى في الحاجات اللي مكتوبة لأنك قريت كويس. هذه الورقة بها العديد من الأسئلة التي اعتاد المرضى أن يسألوها، يعني إخواتك اللي حقنوا وعملوا تردد قبل كده سألونا نفس الأسئلة بتاعتك، فإحنا بنجاوبها لك زي ما جاوبناها لهم، وإجابتها لعدم تكرار سؤالها مرة أخرى للدكتور محمد يسري لأنه من أجابها بنفسه. يعني أنا شخصيا اللي كاتب الورقة، كتير قوي يشوف أنا اللي كاتب الورقة يقول لك أنا عايز أشوف بس الدكتور يوضح لي حاجة، يمكن يقول لي حاجة غير اللي في الورقة. طب ما أنا اللي كاتب الورقة دي. طيب نسبة التحسن، أنا بقول لكم قبل ما تسألوا كمان، نسبة التحسن لأي حاجة، أي إجراء، أي حقنة، أي تردد 70%. يعني إيه؟ كل 100 مريض بنعمله أي حاجة، الكلام ده ينطبق على أي حاجة، تمام، بنفس الإجراء مثل حضرتك 70 مريض يستجيب للحقن والتردد، 30 مريض لا يستجيبون. خلاص كده قبل ما تعمل الحاجة أهو. والدكتور محمد يسري الغلبان لا يعرف مسبقا من يستجيب للحقن، ما خلاص قررنا نعمل حقن وتردد بنعمله ورزقنا على الله، تمام. كل 100 مريض 70 يرتاحوا و30 ما يرتاحوش. انت من 70 او من 30 انا ما اعرفش قبليها، ما انا لو كنت اعرف ان انت من ال 30 اللي مش هينجحوا ما كنتش عملت، لو كنت اعرف انك من ال 70 اللي هينجحوا ما كنتش جربت معاك علاج من الاول، تمام. فلا تسأل لان الغيب والشفاء بيد الله، الله يكرمك. نيجي لاول حاجة التحسن. التحسن لا يكتمل في صورته النهائية إلا بعد شهرين، فلا داعي أن تستعجل التحسن، يعني النتيجة الحقيقية نجاح أو فشل هتبان بعد شهرين، ما تجيش بعد شهر تقول أنا لسه عندي وجع، ما تجيش بعد شهر ونص تقول أنا لسه عندي وجع، ما تجيش بعد أسبوع تقول الله. طب ما تخمن كده يا دكتور كده رأيك هتحسن ولا لأ، ما ينفعش الكلام ده خالص، تمام. وكل ما أنت بتتوتر وتقعد تراقب نفسك في خلال الشهرين وتستعجل التحسن حالتك النفسية بتسوء وما بيجيش التحسن اللي أنت مستنيه. طيب خلال الشهرين دول هيحصل ايه بقى؟ قد يزيد الالم يوما ويقل يوما، ممكن يوم يزيد الالم ممكن يزيد، تمام، وهذا عادي، ده عادي، فلا داعي للانزعاج اذا زاد الالم. لو الالم زاد في خلال الشهرين شويه ده عادي، اديني بطمنك، اوعى تجري تكلم الدكتور اللي هو انا ولا تكلم حد تقول له انا عايز اسال الدكتور اصلا انا الوجع زاد عليا. خلاص ده عادي انه يزيد شويه صغيرين، ولا داعي لاستشارة الطبيب. وأيضا لا تفرح إذا قل الألم وتقوم بأعمال شاقة قبل شهرين، برضو لو الألم خف في خلال أسبوع ما تفرحش قوي وتقوم قايم بقى تشيل وتحط وتعمل كل الحاجات دي، لأن ده هيكون غلط وهيبوظ لنا اللي احنا عملناه. يبقى لو الألم زاد شوية ما تتضايقش، لو قل شوية ما تتضايقش. على فكرة الألم ما بيزيدش بعد الحقن والتردد، احنا نقصد ان الألم استمر، احنا قصدنا ان الالم استمر مش زاد، يعني مش زاد الالم، اذا استمر الالم، تمام، سامحونا على كلمة زاد دي، اذا استمر. لا تراقب نفسك كل يوم هل زاد الالم هل قل الالم، لان هذا يؤثر على الحالة النفسية للمرضى ذوي الشخصية المنزعجة. لو انت من النوع اللي خفيف شوية وبتتأثر بأي حاجة يبقى حالتك النفسية هتسوء. ازاي؟
اليوم. على فكرة الألم مش بيزيد، احنا بنقول ان هو ايه، لما الألم بيروح خالص يجي يرجع لك تاني يوم تحس انه زاد، لكن هو ما بيبقاش زاد، تمام، بيبقى استمر بس، هو نفس الألم بتاعك ما تقلقش. كل يوم يقول لك النهارده زاد الألم، النهارده قل، يفرح يوم ويزعل يوم، حالته النفسية بتتدمر خالص، خصوصا لو كان هو من الشخصية الضعيفة. يعني الراحة، نرتاح ازاي يا دكتور بعد الحقن؟ كلمة راحة لا تعني أن تنام في السرير، لكن لا تفعل الأشياء التي إيه، التي لا تسبب لك الألم فقط. الحاجة اللي بتوجعك ما تعملهاش، مش لازم تنام في السرير. فما تسألنيش إيه الراحة يا دكتور، أنا حقنت ركبتي، إيه الراحة؟ أنا أنام في السرير، أنا حقنت ظهري، أنام في السرير. خلاص، كلمة راحة إحنا فسرناها، لا تعني إنك تنام في السرير، لكن ما تعملش الحاجات اللي بتألمك. طب هستمر في البيت قد ايه؟ اقعد في البيت قد ايه؟ كفايه علينا اسبوع واحد بس، تمام، لكن انا ممكن اكتب لك برضو اجازه شهرين، اجازه شهر في وانت براحتك، انا عايز اسبوع، تمام، عشان في ناس ايه، انا اقول له ارتاح اسبوع واكتب له اجازه شهر، ينزعج جدا، انت كاتب لي شهر وانا هفضل نايم في البيت شهر؟ انا ما طلبتش منك كده، انا بقول لك اسبوع كفايه، لكن انا بكتب لك اجازه بمده اطول علشان تحمي نفسك. ايه العلاقه الزوجيه؟ مسموحة في كل وقت وبأي عدد وبراحتك، ما تسألنيش عن العلاقة الزوجية، اخرج من المستشفى على العلاقة الزوجية مباشرة. احقن ركبتك ولا ظهرك ولا اعمل اللي انت عايزه، وروح اعمل علاقة زوجية في ساعتها 20 مرة في اليوم. فما تسألش، خلاص اديك عرفت الإجابة ومفيش أي قلق ولا حاجة. طيب البلاستر اللي على ظهري، البلاستر اللي لازقينه على الركبة، انت هتشيلها بنفسك تاني يوم الصبح، يزيلها المريض بالمنزل في اليوم التالي صباحا بدون طبيب، تمام كده. طيب افرض وقعت منك في داهية مش عايزينها، ما تخافش ما تقلقش، لو وقعت حتى بعد ساعة خلاص يبقى هو كده ايه، الجرح بتاعك مش محتاجة ولا حاجة، لكن انت ما تشيلهاش بايدك الا تاني يوم الصبح من غير دكتور ولا حاجة. طب الاعراض الجانبية للحقن والتردد، لا يوجد اعراض جانبية للحقن والتردد او اي شيء، ولا يزيد الالم بعدها، ولا الألم مش هيزيد بعدها. فخد بالك ان احنا لو رجعنا تاني وقلنا الله لا تنزعج اذا زاد الألم، هو الألم هيزيد؟ لا، انا مش قصدي كده، انا قصدي اذا استمر الألم، يعني لو انت الوجع قل في يوم ورجع لك نفس الوجع بتاعك تاني يوم اللي انت عارفه، بتحس انه زاد الألم. فعشان كده انا بقول لك نفسيا حتى لو انت حسيت انه زاد الألم ما تقلقش، ده ما زادش ولا حاجة، تمام كده. يبقى ايه الأعراض الجانبية؟ لا يوجد أعراض جانبية خالص للحقن والتردد أو أي شيء، ولا يزيد الألم. فما ينفعش تقول لي أنت حقنتني ركبتي وبعد كده الوجع، الحالة اتدهورت، حقنتني ظهري والحالة اتدهورت، ما ينفعش. ولا توهم نفسك أن مكان الحقن به ألم. كتير قوي يقول لك إيه، مكان الحقنة بيوجعني، يا راجل ده أنا حقنتها الحقنة دي مشيت في اللحم، كأنك واخد حقنة عضل، لكن عشان هو موهوم وفاكر بقى ان الحقنه ماشيه في العظم وفاكر ان الحقنه هتعمل له مشاكل فبيوهم نفسه. لا، لا توهم نفسك ان مكان الحقن به الم. لا توهم نفسك اذا زاد الالم انه بسبب الحقن والتردد. يعني لو حسيت ان الالم زاد ده احساس غير حقيقي، لان الحقن والتردد ما بيزودش الالم، ده عشان حالتك النفسيه. طب الاعراض الجانبيه للادويه، كتبنا لك علاج بعديها بعد الايه، بعد الحقن والتردد، روشتة علاج، يبتدي نخترع اي حاجة. معظم المرضى العرب معدتهم متضررة من الافراط في المسكنات في حياتهم السابقة، انت جاي معدتك بتوجعك اساسا، تمام، لهذا لا تقلق من الم المعدة. فانت ما تقولش ان العلاج اللي خدته بعد الحقن والتردد هو اللي وجع المعدة، لا، ده مش هيوجع المعدة، وكمان بنديك نحميها بالعلاج، بنديك علاج يحمي المعدة. فلو حضرتك حسيت ان معدتك تعبانه مش من العلاج، انت اللي معدتك مش قابله الكلام ده، وما عندناش اي حل ليها، لان احنا بالفعل هنديك علاج يحمي المعده، فما تتهمنا، يعني اديناك علاج نحمي المعده ده اللي في ايدينا، خلاص ما عندناش حاجه تانية، ما توهمش نفسك بقى ان معدتك تعبانه. طيب لو حصل شعور بالغثيان او الدوخه، خدنا العلاج بعد الحقن والتردد، حسينا ان احنا ايه، ده انا مدروخ شويه، دايخ شويه، عايز ارجع غثيان، تحمله اول 10 ايام، استحمل وخد العلاج، استحمل الغثيان والدوخه اول 10 ايام وهو سوف يزول، وهيزول بعد كده، هيروح بعد كده، تمام. يبقى لو حصل لك غثيان ولا دوخه هيروح بعد كده. لا تنزعج من الادويه وتتوقف عنها، مش اول ما تاخد علاج تلاقي معدتك وجعتك شويه، اصل انا جالي غثيان او دوخه او تاء، نقوم واقفين العلاج ويقول لك كلم الدكتور قول له نعمل ايه، ولا حاجه، ما عنديش حاجه اعملها. لو العلاج بيتعب معدتك انا مديك علاج يحمي المعدة وما عنديش حاجة اكتر من كده اعملها.
لو قلت لي اصل انا مش قادر استحمل الدوخه اديني بديل، طب ما هو البديل برضه هيعمل لك دوخه، تمام؟ فبالتالي استحمل شويه، يبقى لا تنزعج من الادويه وتتوقف عنها حتى لا تخسر فائدتها، ولا تطلب بديل من الطبيب لان البديل به نفس الماده، ما هو البديل فيه نفس الماده الفعاله. لكن لو انت عندك حساسيه بقى من الماده الفعاله دي، يعني حساسيه الجسم ده، مش حساسيه يعني بتهرش، حساسيه يعني بيغمى عليك خالص بقى لما بتفقد البتاع، لازم تتوقف عن الدواء ومفيش بديل برضه. هنوقفه ونسيب الامر لله سبحانه وتعالى، مش هندي ادويه تاني. اذا حدث اي اختلال في الضغط او السكر او القلب او الكلى، لو بعد الحقن والتردد ضغطك عالي، سكرك عالي، القلب حصل لخبطه في ضربات القلب، الكليه بتاعتك حصل لها مشاكل، اي شيء يحصل في حياتك بعد الحقن والتردد، اذهب الى طبيب باطني ولا تتهم الحقن والتردد. ما تقولش الحقن والتردد رفع الضغط، رفع السكر، عمل القلب. اما اكلم الدكتور محمد يسرى اقول له هو انت حقنت لي كورتيزون ولا ايه؟ اصل ضغطي عالي وسكري عالي. طب ما التوتر اللي انت فيه ممكن يعلي الضغط والسكر، اشمعنى انت هتتهمني انا يعني؟ تمام؟ او اي شيء في حياتك بعد الحقن والتردد، اذهب الى طبيب باطني ولا تتهم الحقن والتردد، لا تتهم الحقن والتردد الحراري. طيب بعد كده لا تقلق، نحن لا نقوم بحقن الكورتيزون ممتد المفعول، فلا تقلق ولا تسأل، ما تجيش تسألني هو انت حقنتني كورتيزون يا دكتور؟ يعني انا ايه ضحكت عليك وسهلك وحقنتك كورتيزون؟ فانت ايه ما تسألناش السؤال ده. طيب لو انا ما طلبتش منك تعمل علاج طبيعي، ما تقوليش انا عايز اعمل علاج طبيعي ولا لا. ولو انت عايز تعمل علاج طبيعي، لازم يكون دكتور ثقه، يكون قريب منك، يكون فاهم يعني ايه حقن وتردد، علشان ما يبوظ لناش الحقن والتردد اللي عملناه. طب المجهود، ايه المجهود اللي اعمله؟ لا يوجد مجهود ممنوع او مسموح، ما عنديش حاجه اقول لك اعمل كذا، وما عنديش حاجه اسمح لك تعملها ولا امنعك تعملها. افعل ما تريد، اعمل اللي انت عايزه بشرط لا تؤلم نفسك، اعمل حاجات ما بتألمكش. تمام؟ ما تقوليش الله، طب ده انا لما بقعد حتى على الكرسي بتعب، ما انا ما عنديش حاجه اعملها، ما تقعدش على الكرسي، اقعد على المخده، اقعد على السرير. تمام كده؟ نيجي بقى، دي التعليمات اللي دول، دي تعليمات خاصة كلها بقى لغاية فوق اهي، دي تعليمات خاصة بكل الناس، ركبة، كتف، ظهر، أي حاجة. نيجي بقى نزود على اللي فوق ده، لو أنت عامل حقن وتردد في الفقرات القطنية بتاعتك أو الفقرات العنقية يعني في العمود الفقري. إذا كنت تلبس حزام للفقرات القطنية قبل الحقن والتردد، البسه برضه بعد الحقن والتردد، ما تجيش بعد الحقن والتردد تسألني يا دكتور البس حزام ولا لا، هتلاقيني انا اللي بسالك كنت بتلبس حزام قبليها؟ انا قلت لك البس حزام قبليها، تقول لي اقول لك البسه بعديها. البس يا دكتور حزام ولا لا، كنت انا قلت لك البسه قبليها؟ لا، يبقى ما تلبسوش بعديها، يبقى السؤال ده ملوش لازمه خالص، الحقن والتردد ملوش علاقه بالموضوع. لو انت كنت بتلبس حزام قبليه هتلبسه بعديه، ما كنتش بتلبس ما تلبسش. الحاجه الثانيه، اذا اردت ان تضع كمادات دافئه على الرقبه، في ناس كتير بترتاح لما تحط كمادات دافئه على الرقبه وعلى ظهرها، ده شيء جميل جدا، انا بحبه جدا. افعل هذا بعد الحقن والتردد باسبوعين، خلاص كده؟ عايز تعمل كمادات دافئه، لو عايز تعمل، لو عايز تعمل، مش تكلم الدكتور تقول له انت قلت لي اعمل، انا ما قلتلكش اعمل. لو انت عايز تعمل كمادات دافئه على الرقبه او الظهر، اعملها بعد اسبوعين. براحتك، لو انت عايز تعمل. خلاص كده؟ نفهم كل جمله والنبي، كل كلمه نفهمها. عشان كل كلمة أنت ما بتفهمهاش بتوتر عصبي وتليفونات وتليفونات وتليفونات، فكل كلمة ليها معنى. إذا كنت تتألم من المشي في المطار، يمكنك استخدام كرسي متحرك في المطار وإخبار خطوط الطيران. لو أنت أساسا مش الحقن والتردد هو اللي هيخليك مش عارف تمشي، مش الحقن والتردد هو اللي هيخليك مش عارف تمشي، أنت لو أساسا مش عارف تمشي أو بتتألم من المشي في المطار، اطلب كرسي متحرك لو سمحت. مش تمام؟ انا يا ريت حتى لو ما بتتألمش انا انصحك تطلب كرسي متحرك حتى لو مفيش ألم في المشي. تمام؟ لكن مش معنى كده ان الحقن والتردد بيوجع او الحقن والتردد بيزود الألم، لا، انت مش عامل عملية. لكن انا بقول لك خد كرسي متحرك في المطار احتياطي، علشان المشي الكتير ممكن يتعبك. طيب اذا كنت مسافر فترة طويلة في السيارة، لو انت هتسافر بعديها في العربية، يمكنك الجلوس على الكنبة الخلفية، خد الكنبة الخلفية بمفردك لوحدك. تمام؟ عشان تنام وقت ما انت عايز وتقعد وقت ما انت عايز. يبقى انت لو مسافر مسافة طويلة في العربية بتاعتك، يمكنك الجلوس على الكنبة الخلفية لوحدك، اقعد بقى لوحدك ورا،
خد لك كنبه لوحدك عشان حبيت تقعد تقعد، حبيت تنام تنام، خلاص كده. نيجي دي حاجات خاصه بالفقرات بس. نيجي لتعليمات خاصه بمفصل الركبه، لو انت حاقن مفصل الركبه الحاجات دي زائد الحاجات اللي فوق، تمام كده. نرجع اهي، لو انت بقى حاقن مفصل الركبه هتطبق كل حاجه وتزود عليهم دول. هتعمل كمادات تلج 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، كل مره من 5 ل 10 دقائق، يعني الاسبوع بعد ما تحقن وتعمل تردد بركبتك اي حاجه في الركب لمده اسبوع، بنعمل كمادات تلج 3 مرات كل يوم، كل مره من 5 ل 10 دقائق، خلاص كده. طب احطها من قدام يا دكتور، احطها من ورا، احطها من جنب، احطها يا سيدي على، حطها في الحته اللي تعجبك كده كويس، حطها من قدام وخلاص. في المطار لابد من استخدام كرسي، لابد بقى اللي حاقن ركبته بقى ده لازم بقى، لازم لابد من استخدام كرسي متحرك واخبار خطوط الطيران بذلك حتى لا تفسد الحقن والتردد. يبقى انت لو عامل في الفقرات القطنيه، يا انا افضل انك تاخد كرسي لكن ما برغمكش، تمام، افضل تاخد كرسي لو بتتألم، لكن في الركبه لا، انا بقى لازم تاخد كرسي، تمام، عشان ما تمشيش في المطار ولا حاجه. طيب اثناء الجلوس لو انت عايز تقعد، اي بقى نفسك تقعد، مش هتنام، هتقعد في البيت، هتقعد في اي حته، يفضل وضع وساده خلف الركبه اول اسبوعين، لان هذا يريح الركبه. تحط مخده او تحط يعني مخده بقى، شوف بتسموها وساده ولا مخده في بلدكم، تحطها تحت الركبه وتفرد ركبتك، فلما تحط المخده تحتيها تبقى ربع تانيه كده، تبقى ايه، ربع تانيه كده كويس. يبقى احنا كده ايه التعليمات بتاعت الركبه قلناها، يعني الركبه ال3 حاجات دول زائد الحاجات اللي ايه، الحاجات اللي ايه اللي فوق دي كلها. نرجع تاني، نيجي بقى مفصل الكتف، لو احنا عملنا حقن وتردد لمفصل الكتف او حقن بس، بعديها هينطبق عليه برضو كل اللي فوق، كل اللي فوق، بس هنزود ايه التعليمات الخاصة بمفصل الكتف، انك هتعمل علاج طبيعي على مفصل الكتف 24 جلسة لمدة شهرين بواقع 3 مرات في الاسبوع، يعني شهرين بعد الحقن او الحقن والتردد تعمل 24 جلسة علاج طبيعي كل اسبوع 3 جلسات، تمام. طيب اعمل ايه يا دكتور، ايه نوعية الجلسات، اكتب لي نوعية الجلسات. لا، طبيب العلاج الطبيعي هو من يحدد خطة العلاج بناء على الاشعاعات، يعني انت في الاخر هتروح لدكتور العلاج الطبيعي توري له الاشعاعات، هو اللي هيحدد ال 24 جلسة دول هيعمل لك فيهم ايه، مش وليس الدكتور محمد يسري، مش انا اللي هقول له يعمل ايه، الاشعاعات بتاعتك توريها له وهو هيقول تعمل ايه. خلاص الورقة دي اهي معاكم ومشروحة تماما، نرجو بقى من الناس اللي تعمل حقن وتردد ان هم ما يسالوناش في حاجه، لان الوقت بيبقى يعني في المستشفى ضيق، وكلها اسئله زي ما انتم شايفين مكرره وكل الناس بتسالها، والاجابه بتاعتها دينا قلناها، تمام. نتمنى ليكم العافيه وشكرا جزيلا، ويا رب تكونوا استفدتوا من الكلام ده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.